كمان عارف مين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. عاملين ايه يا شباب؟ هو الموضوع بعنوان هل أنت جاهز للإيه؟ للارتباط. انتوا جاهزين؟ انت أكتر واحد جاهز صح؟ بصوا أنا سميت الموضوع بتاعنا كمان، يعني هو ليه أسماء كتيرة قوي، بس انا من كم حد سمع مواضيع عن الموضوع الارتباط وازاي نختار وازاي نعرف مشيئة ربنا في حياتنا كم واحد ارفعوا ايديكم. اوكي، بصراحة انا حبيت اتكلم معاكم في فكرة كده، اتمنى يعني ان ربنا يبعت لنا رسالة من خلال ليا وليكم، يعني ليا انا بصفتي متزوج يعني وليكم انتوا اللي داخلين على ارتباط او ماشيين في مشروع او حد خاطب. طيب ماشي، انت سمعت في كورس المجبرين على الزواج صح؟ فمحبتش اكرر شويه، عايز اتكلم في فكره صغيره نتناقش فيها اكتر النهارده، وسميتها كده الاختيار المقدس. الاختيار الايه؟ المقدس. هو اختيار مقدس، هنعرف ليه مقدس. آية جميلة قوي اتقالت عن سر الزواج، الكنيسة بتعتبره سر مقدس بيحل فيه الروح القدس، الكنيسة بتديله وقاره في طقسه وفي صلواته وطقسه الأصيل، يتصلى في وقت القداس بين رفع بخور باكر وبين المزامير وتقديم الحمل. بس احنا للأسف شوية بياخد الجو الاحتفالي بزيادة عن اللزوم، الاحتفالي بتاع العالم، عشان بنبقى مستعدين ومجهزين نفسنا عشان هنروح بعد كده، كنا بنتصور وبعد كده هنخش نروح قاعة وحاجات كده كتيرة. لكن هو سر مقدس، الكنيسة بتديله وقاره زي كل أسرار الكنيسة، وفي وقت من جوه السر بنطلب من الناس ان هي تاخد بالها تقوم تقف، لان دي لحظة بيحل فيها الروح القدس، ده إيماننا اللي استلمناه وده اللي اتقال في الكتاب هذا السر ايه عظيم. فبيحل الروح القدس ويوحد بين الاثنين، وليس بعد اثنين بل جسد ايه؟ جسد واحد. محدش يعرف يعمل الموضوع ده غير روح ربنا. ويترك الرجل اباه وامه، وبرضو المرأة بتترك، ويلتصقوا التصاق نفسي وجسدي وروحي. ماشي، فده سر مقدس، عشان كده سميناه كمان الاختيار الايه؟ المقدس. ما دام ده هيبقى سر مقدس والزواج المقدس وصلاه الاكليل لان بيحل الروح القدس، فلازم كمان يبقى الاختيار بتاعنا اختيار ايه؟ مقدس، يليق بهذا السر الايه؟ العظيم. هذا السر عظيم، هذا السر ايه؟ عظيم. اللي بعدها في الانترفيو بيقول لكم انتوا شايفين نفسكم بعد كام سنه؟ ايه دلوقتي بقت كام دلوقتي؟ زي زمان 10 ولا دلوقتي 5؟ 5. عايزين ننجز. شايف نفسك بعد كام ايه؟ بعد 5 سنين. انا هقول لك مثلا يعني، هو عادة في الجواز يقول لك العشر سنين، بعد 10 سنين اولانيين دول اللي تبتدي ايه؟ لا تبتدي المفروض تنبسط وتنطلق وكده. بصي انا يعني ايه، انا بقى يعني
مش عارف، انا خايف بعد الكلمه بتاعت النهارده يعني تكملوا في قرار العزوف عن الجواز. العزوبيه هي الحل. لا بجد، واحنا بنختار لازم نفكر في انا شايف نفسي بعد الارتباط ده او بعد الزواج ده بعد 10 سنين شايف نفسنا ازاي. من اللي احنا بنشوفه في اسر جميله، اسر حلوه، وفي اسر كمان فيها ايه، فيها مشاكل. في اسر شريك الحياه بيزرف دموع الالم ويقول كده ايه، صليب وربنا ايه مدهوني ولازم احتمل، ومن اراد ان ايه، لا يعني ان شاء الله ما تبقاش غلطة العمر، ومن اراد ان يتبعني فليحمل ايه صليبه. ماشي. وفي جوازات تانية بنلاقي شريك الحياة بيقول ايه لما يقعد مع ابونا في الاعتراف او في قعدة، يزرف برضو دموع، بس دموع ايه؟ الفرح. قد ايه سندني، قد ايه محتويني، قد ايه حنين عليا، قد ايه صحاب، قد ايه احنا صحاب، قد ايه لينا ذكريات حلوة مع بعض. فبعد 10 سنين بقى انت نفسك في انهي مشهد من دول؟ زواج يشبه حمل الصليب بعدها، او اتحاد يشبه تذوق عربون الايه، الحياه الايه، السمائيه. ولو سالتكم كده ايه اكتر ايه حاسس ان هي تليق على موضوع الجواز، ايه في الكتاب المقدس او موضوع الاختيار، ها ايه اكتر ايه حاسس ان هي، لو قلت لك قول لنا ايات عن 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 الجواز، او قول لنا ايات عن اختيار شريك الحياه، ايه اول ايه كده تحطها قدامك هدف وتحاول يبقى منهج ليك في اختيارك لشريك الحياه؟ ليس حسنا كن ادم لوحده فاصنع له ايه، معين نظير. ماشي. ما جمعه الله لا يفارقه انسان. دي نستخلص منها الايه دي. فيش رجوع. تبتدي مشروع وما يمشيش كويس فتروح قافله وايه وخلاص ونشوف حاجه تانية ولا نشوف نشتغل في اي حته. لكن ما جمعه الله لا يفارقه انسان، تلابس لابس لاخر الايه، العمر. ايه نبروزها كده. ماشي. ايه ايه كمان؟ حلوه حلوه الايه دي، ان لم يبن الرب البيت. ها وين اردت ان تجيز عني هذه الكاس. يا عيني بقى، كي يبص كده على ايه، على مراته ولا على جوزها، وتبص لاهلها، اغفر لهم يا ابتاه انا. ايش ايه تاني؟ طب هم رفعوا ايه، اقول لحضرتك بعد كده، اتفضلي في الاخر. طب ماشي يعني اوكي. اكلي العين قد جاءت جاد الحسن. ايه؟ من يجد بقى يا رب. امرأة فاضلة. تمام. حلو. سوري معلش. اوكي.
ايه الحلاوه، يا بختها. اتفضل يا انكل. انكل طلع اشطر مني. سيرش سيرش كده، سيرش سيرش. انكل انت متجوز؟ انا اسف، انا بقول بصوا يا جماعه احنا في 6 اكتوبر والجيزه بنقول على الخدام انكل. معلش انا اسف، انا يعني حضرتك برضو يعني ليك مكانتك يعني وسنك، فانا لو قلت لحد لو غلطت. نعم. بس زي زوجة بس طبعا. يعني كتر خير ان هو متجوز. ايا كانت يعني يحمد ربنا. ماشي. كل الايات دي حلوة ومفيدة وتنفع تبقى منهج لاختيار زوجتي، لكن في اية مهمة ومحورية. الاية دي بتقول ايه؟ ايوه ايه. اطلبوا اولا. هل الايه دي فيها استثناءات؟ بمعنى هل اطلبوا اولا ملكوت السماوات دي على حاجات معينه، اوضاع معينه، ظروف معينه؟ يعني زي ما انت بتقولي كده، دي بتاعه الرهبان، دي بتاعه الخدام، دي في مرحله معينه من حياتنا مثلا، ولا دي من اول لحظه في حياتك اول حاجه تطلبها هي ايه؟ ملكوت ايه؟ ملكوت السماوات. وكلها تزاد ايه لكم. يعني لو هدفك اول ان انت تخش السماء، هتعرف تختار زوجة مناسبة وتفرح بجد في حياتك معاها. وانت لو هدفك رقم واحد هو السماء وملكوت السماوات، هتلاقي شريك حياتك اللي هتفرحي معاه. واحنا قلنا ايه؟ يلتصق بايه؟ بامرأته. التصاق ايه؟ نفسي وجسدي وايه؟ وروحي. كأن ربنا بيقول كده، انا مش عايزك تخش لوحدك السماء، تسحبي جوزك وعيالك معاكي. مش عايزك تخش السماء لوحدك، انا عايزك تسحب مراتك وايه؟ وعيالك. عشان كده يا شباب، عشان اختار لازم اجاوب على سؤال مهم قوي، مش مين اللي هرتبط بيها، ليه هرتبط، مش بمن، ولكن ايه؟ لماذا انا عايز اتجوز؟ ليه عايز اتجوز؟ ليه؟ عشان اخش السما. كل حاجة في حياتي هي مربوطة بالإيه؟ بالهدف. عشان كده يا شباب، لو أنا ده هدفي، أنا هختار أكتر حد مناسب يعرف يحقق الإيه؟ الهدف ده. عشان كده الكتاب قال امرأة فاضلة تقية عندها فضيلة، ويقول كمان مجد ابنة الملك من ايه؟ من الداخل، من الداخل. ماشي. طيب نتكلم في كام فكرة كمان. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وكلها تزاد ايه؟ تزاد لكم. خد بالك، الشخص اللي انت اللي انت هتتجوزيه او البنت اللي انت هتتجوزها دي، كل يوم هي اخر حد هتشوفه قبل ما تنام، وهو اول واحد هتشوفيه اول ما ايه؟
أول ما تصحى. كلامه يا إما هيسندك يا إما هيجرحك، وهزارها ومرحها وخفة دمها يا إما هتخليك في سعادة يا إما هتعمل إيه؟ تفكرك بالآلام الضائعة والأحلام الإيه الضائعة. جسده أو جسدها يا إما هيبقى سبب فرح ورباط مقدس ورباط محبة يزود المحبة بينكم، يا إما يبقى مصدر لإيه؟ للتهديد. عشان كده قرار الزواج هو قرار إيه؟ مهم جدا 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 جدا. لو ما تحطلوش الهدف ده من الأول، إحنا بنخاف على الإيه؟ على الجوازات دي. خدوا بالكم يا بنات، خدوا بالكم يا شباب، انتوا بنقعد نفكر هو ربنا عايزنا نرتبط بمين؟ في إرادة ربنا فين؟ ايه مشيئة ربنا في الاختيار؟ هو العريس اللي متقدم ده ربنا موافق ولا مش موافق؟ هي البنت اللي انا متقدم لها دي الدنيا تمام ولا يا رب انت ليك رأي تاني؟ بس حبيبي كل دول بنات ربنا، يا بنات كل دول ولاد ايه؟ ولاد ربنا. ربنا ما عندوش اي ازمة تختاري اي حد من ولاده، ولا عايزك تختار حد معين، مش اسم، لكن هو عايزك تختار على اساس ايه؟ اللي هنخش السماء مع بعض. بس عارفين بوعز ومين؟ ها ورعوس. بوعز وايه؟ ورعوس. هو غني قوي وهي بنت على قد حالها، اوكي. ايه كمان؟ هي أممية وهو ايه؟ يهودي، ماشي. لكن من نسلهم جميل سيد المسيح له المجد، ماشي. بعد 10 سنوات من زواجك كيف تتمنى ان يصف الاخرون زواجك؟ قول الوصف المثالي للعلاقة التي تتمنى. يلا نشارك، يلا نشارك، ماشي. لا طبعا، لا انا مش بقول كده. بس التوافق ده نسبي، تمام؟ لكن اهم توافق او اهم اختيار ما تنزلش عنه انها امرأة ايه؟ فاضلة. ونفس الكلام ينطبق عليه، ماشي. اطلبوا اولا ملكوت، ده امر وصية، بس معاها وعد كلها تزاد لكم. استحالة تكون انت هدفك السماء وربنا ما ينجحش المشروع ده ويشتغل عليه عشان خاطر يجهزكم انتوا الاثنين للايه؟ للسماء، ماشي. يلا يا شباب ايه رأيك؟ نفسك ان بعد 10 سنين ما تتجوز كده؟ يعني احلموا، احنا اتجوزنا وخلصنا واشترينا الاجهزة، مش عارف اشتريناها ازاي، وخلصنا ديوننا الحمد لله، احنا دلوقتي 10 سنين دلوقتي متداينين للمدارس، مش عارفين يدفع اقساط ازاي المدارس، ماشي. وجوزته تمام وزي الفل. تحبوا الناس توصف جوازك بايه؟ طبعا الناس ما بتسيبش حد في حاله، فمحدش يقول محدش هيتكلم على حد. طبعا يعني احنا نفسنا محدش يتكلم على حد، بس هي الناس هتتكلم. فايه رايك انت؟ عايز الناس توصف جوازك ازاي؟ عايز الناس توصف جوازك ازاي؟ جوازتك ازاي؟ لا 10 سنين، 10 سنين كبرتي دلوقتي، بعد 10 سنين ها يقولوا ايه؟ تحبوا يقولوا ايه؟ اتفضل يا تسون. هو ممكن ان هو اللي بيدخل بيتهم مثلا
في بيتهم، في بيتهم ربنا. حلو قوي. ايه كمان؟ ايه؟ بيت كنسي ناجح. تمام. كنسي ناجح بمعنى ان هو خادم يعني، وهي خادمة. اوكي ماشي. ها يتمنوا يبقوا زيكم. تمام. هي شباب منارة. ماشي. جوازة مستقرة فيها سلام. بس ما اكدبش عليك، اللي داخل على جواز، معلش معلش، يا بخت من بكاني ولا بكى الناس علي ولا ضحك الناس علي. اللي داخل على الجواز من غير ما يبقى فاهم ان فيش خناقات، ده اكيد كان. تمام انا فهمت قصدك. احنا بنعرف نتجاوز المشكله وفي خناقه طبيعيه زي اي علاقه بين اتنين بوزهم في بوز بعض، فلازم يتخانقوا. ماشي. ايه تاني؟ نفسكم يوصفوا الجوازات بتاعتكم ازاي؟ ها بيتكم يبقى عامل ازاي؟ اتفضلي. في بينهم تناغم. تمام. رومانسيه شويه دي. ايه سر هادي الجيران؟ طبعا عارفين النكته المشهوره بتاعت هو بيتكلم وهي بتسمع في الخطوبه في اول الجواز، ايه هات كذا واعمل كذا، فهو بيقول بس ايه حاضر. بعد بقى 5 سنين هما الاثنين بيتكلموا. هو انتوا بتصوروا؟ الكاميرا دي بتصور صح؟ ماشي. طيب الكلام ده جميل قوي. حضرتك بتعمل ايه علشان يبقى جوازك بعد 10 سنين مناره وكنيسه ونفسهم يبقوا زيك وسره هادي؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتشتغل على نفسك ولا بتشتغلش على نفسك؟ في طباع فيك محتاجه تتظبط، يعني لساننا، غضب، افكارنا عامله ازاي؟ لو انا مش بعمل كده مفيش حد ما بيغلطش وكلنا تحت الضعف. لكن في فرق بين حد سايب نفسه واديني بدور على عروسه بمواصفات معينه او عريس بمواصفات معين وسايب نفسه وخلاص، في واحد عمال يعني بيعمل ايه؟ اشتغل على نفسه وبيجاهد في حياته الروحيه. لو انا مش بعمل كده ده خطر، خد بالك، لان خايفين عليك من خطوه الايه؟ الجواز ديت. في سؤال كمان بيقول ايه؟ حد يقدر يعني يشاركنا بجوازات كده؟ من غير فضايح يعني. ها؟ ما ينفعش بعديه ايه؟ فضايح؟ ماشي ما عنديش مشكلة. ليئة؟ ايه مشكلتهم؟ طب وايه؟ ودي جوازة حول دي جوازة ناجحة ولا فاشلة؟ حدش قال ان هي ناجحة فاشلة. ايه؟ ماشي بس طلقوا. تمام ماشي. اصل احنا انا عارف احنا لازم هنتخانق، انا عارف مش هنتخانق في النقطه اللي جايه دي. لا لا مش هتخانق معاك انا. اوصفوا لي جوازه كده حواليك انت بنفسك يعني، او ما تتمناش خالص ان انت تتجوز جوازه دي. اتفضل. تغيرت في القصه انت مش جايه بتكدبي عشان لو في حاجه ممكن تتعرف يعني. هما مش معانا هنا، هما في بلد تانية اصلا. هي الفكره ان الشخصيتين مختلفين، ف
فكل موضوع بيتعرض عليهم الشخصية دي بتفكر بطريقة والشخصية دي بتفكر بطريقة، فالشخصية دي عايزة نتيجة مختلفة عن الشخصية دي، فبالتالي كل موضوع بيبقى فيه جدالات بقى، ما فيش يعني يمشي رأيه بالظبط. ويحس ان رأيه هو الصح، فبتحصل دايما ايه؟ جدالات طول الوقت. طول الوقت. وده مش مقتنع بشخصية ده، وده مش مقتنع بشخصية ده اصلا. طب ما انت تعرفيهم من بدري شويه ولا بعد الجواز بس؟ طب ما ايه اخبارهم بقى قبل الجواز؟ هم فكوا الخطوبه مرتين ورجعوا تاني. طب هم كانوا بيحبوا بعض من كام سنه قبل الجواز؟ اوكي تمام، ماشي. اتفضلي. لا لا لا، كان في حد قبل الجواز كان كل تركيزها انه هي محتاجة حد يكون مادياته لطيفة ويبقى مرتاح والدنيا تمام، وما كانش هممها قوي الجانب الرومانسي في الحياه، يعني انه هو يكون بيعرف يقول كلام حلو، انه يهتم بيها كفيميل يعني كست كده. المهم عدى الجواز، اتفضلي. مش عارف اجيب لك المايك بقى. فرق السن. اوكي ماشي. طيب تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، بعد ما اتكلمنا في فكره ان اساس اختيارنا لاي حاجه في حياتنا، وخصوصا اهم او من اهم القرارات في حياتك هو الزواج، اساس الاختيار ده ان انت تعمل ايه في الاول؟ تطلب الاول ملكوت ايه؟ ملكوت الله. اول اطلب ملكوت الله، وبعد كده خليك متاكد ان ربنا ايه؟ هيبعت لك كمان الشريك اللي هو ايه؟ هيحقق الامنيه او يحقق الطلب بتاعك دوت. حد فيكم راجع شويه طريقه اختياره؟ او خد باله من حاجه في الاختيار؟ بعد ما سمعنا الجملة دي اتفضل. انت لسه جاي؟ لا لا ولا يهمك. لا هو مش حكاية عملية، هو فكرة ايه؟ الفكرة ان في الجواز انا
لازم ابقى فاهم حته مهمه قوي. الحته ديت ان انا لازم ابقى عينيا على السما. انا بتجوز بتجوز بمين؟ مين دي هتتحدد على اساس انا بتجوز ليه؟ لو انا بتجوز عشان العمر جري وانا لازم اتجوز، او اتجوز عشان خاطر المفروض اتجوز، او اتجوز عشان خاطر بيقولوا لي يلا في البيت انت بقى انت شغال دلوقتي وكل حاجه جاهزه، لازم اتجوز عشان خاطر او ده احتياج عندي. فدوت هيتحدد على اساسه انا هختار ايه مين. لكن لو انا بتجوز عشان خاطر ربنا قايل لي اول حاجه تطلبها وتبقى اخد بالك منها وما تتنازلش عنها هي السماء، يبقى طريقه اختياري لشريك حياتي ومواصفاته هتتحدد على اساس ايه؟ السماء. يعني ايه اسنان خير من واحد؟ احنا مقتنعين يقيموا في ايه؟ ماديا مثلا، انا قعدت من الشغل شويه فهي تسندني، يقيمني ايه نفسيا؟ احنا عايزين يقيموا ايه؟ كل حاجه، كل حاجه، نفسيا وجسديا الامور الماديه، وكمان ايه؟ روحيا. انا عايز زوجه تساعدني اخش السماء، مش ان انا احتمل الصليب، لا، انا عايزها انسانه فاضله روحانياتها ليها علاقه حيه بربنا تساعدني اخش السماء. وكمان كل بنت من اللي قاعدين دول هم عايزين شخص يساعدهم يخشوا ليه السماء، مش يبقى بعد الجواز بعد ما يخلفوا يقول لها انا يوم الجمعه ده اليوم الوحيد اللي بنامه، خد انت العيال وروحي ناوليهم وروحي حضريهم مدارس الاحد، وتقول له انا ابونا اخر مره لما قعدت معاه قال لي على الاقل مره في الاسبوع نصلي مع بعض، يقول لها ابقى صلي انت، او هو بيقدم وهي متضايقه يعني خدمه باعتدال وباتزان وهدفه خدمه مش خدمه عشان خاطر يبقى بيهرب من البيت. ماشي، احنا بنتكلم شويه على المبادئ المفروض تبقى محطوطه. وهي بدل ما تشجعه او تقول له يلا نخدم مع بعض، هي ايه؟ لما بيجوا يشتروا الشقه او هيعزلوا يروحوا شقه تانية، دي جنب ايه من الكنايس؟ هنعرف نودي ولا درس الاحد ولا لا؟ ده هيناسبنا ولا لا؟ دي فكره ان اطلبوا اولا ملكوت ايه؟ ملكوت السماوات. لان يا بنات او يا شباب، لما احنا بس بنركز على الاختيارات التانية، الاختيارات التانية دي كلها بتتغير بتتحول. ولو انا مختار عشان خاطر حد ولا عشان خاطر شكل اجتماعي ولا عشان خاطر كل الناس دي اللي انا بختار عشانهم، انا مش هيبقى موجودين. انا بس والشخص دوت او شريك حياتي، احنا بس اللي هنبقى موجودين طول حياتنا ايه مع بعض. يا اما ابقى معين بجد، معين في كل حاجه بقى في ثلاث جوانب، نفسيا وجسديا وايه وروحيا. اللي بعدها هل الحب وحده يكفي؟ هل الحب وحده يكفي؟ لا. ايه العقل؟ عقل صدق الاثنين. اوكي، اوكي. كل الحالات تقريبا مش بعرف يعني بتعملش كل الحالات فيها مشاكل،
كانت تعتمد على الحب العاطفي وبس. كان في حاجات كتير قوي ما تنفعش للجواز. اخرها الاسبوع اللي فات واحده ميته من الحب وبتعيط لمامتها، ده انا بحبه بقالي 3 سنين يا ماما، وهو يعني يا ارض نهدي ده انا اخد واموت. وللاسف مختلفين في الايمان. حب ايه؟ متجوزه هون للاسف بعقد بدل. حب ايه؟ طب اللي بعدها؟ بعدها عشان بصوا يا شباب، خلونا نتكلم بالدراسات. كلمة حب دي كلمة حلوة، الكنيسة بتحبها، الكتاب كله محوره هو الحب. الدافع اللي خلى اللي خلانا بقينا أولاد ربنا هو دافع الحب. هكذا قد أحب الله العالم. ولما وصفنا ربنا قلنا إيه؟ الله إيه؟ محبة. وقال الثلاثة مهمين، الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهم إيه؟ المحبة. فكلمة الحب دي كلمة احنا بنحبها قوي، بس زي ما بيقول في حب بقى ايه اللي هو الانجذاب العاطفي، ماشي؟ الاعجاب ده يعني ما نقدرش نقول عليه حب. الاعجاب ده لو يعني يعني الاعجاب ده ما لناش يد فيه، اوكي؟ لا مش مرة، مش قصدي كده. يعني الاعجاب دي، الاعجاب ده ده اللي هي الطلعه الاولانيه دي ما لناش فيها. لكن اول ما الاعجاب ده بيتحول لتفكير كتير وادور على طريقه للتواصل، فيبقى في تواصل، فبتطلع المشاعر، فبيحصل بعد الاعجاب ده الايه؟ حاجه اسمها التعلق، ماشي؟ لكن الاعجاب كده اللي في الاولاني ده مفيش مشكله، يعني اعجبت بشخصيته، اعجبت بهيئتها، عجبك عندها كاريزما، اعجبت عجب، مفيش مشكله. دي الطلعه الاولانيه دي بتيجي كده ايه؟ غصب عن الايه؟ او بشكل، مش هقول غصب، بس هقول بشكل ايه؟ تلقائي، ماشي؟ ما بعد ذلك هو اللي ايه؟ بتاعنا بقى، ده مسؤوليتي انا، وانا اللي ليا قد ايه فيه، ماشي؟ بيقول لك سنه 67 اجريت دراسه على الفتيات في سن الجامعه، وجدت ان 76% منهن قلن انهن لا على استعداد بالزواج برجال لديهم كل المواصفات اللي بيدوروا عليها، حتى اذ لم يشعرون بالحب الرومانسي ايه تجاه، ماشي؟ سنه ده سنه كام؟ 1967. طيب نفس الدراسه دي اتعادت في وقت حديث، فقال ايه؟ ان 91 من الفتيات قالوا ايه؟ لا طبعا، لو مش توم كروز ما خدوش، ماشي؟ انا بهرج يعني، مش قصدي، مش قصدي الطريق. قالوا لا ايه؟ طيب ايه الحال دلوقتي اللي احنا فيه؟ ايه النتيجة دلوقتي؟ ايه الحال؟ بصراحة بصوا، يعني انا ضعفي في حاجة اسمها مجلس المصالحات. احنا عندنا في الأبروشية المجلس الإكليريكي ده بتاع الايه؟ الطلاق، ماشي؟ الايه؟ تعالي جوزة عندنا اخف شوية. المجلس الإكليريكي ده بتاع الايه؟ بتاع الانفصال والطلاق والحاجات دي كلها. سيدنا عامل مجلس قبل المجلس الإكليريكي اسمه مجلس الايه؟ المصالحات، ماشي؟ ان اي فايل يجي لازم يخش على مجلس المصالحات، ولازم اباء مجلس المصالحات يبذلوا كل الجهد بنعمه ربنا وعلى قدنا ان احنا نعمل ايه؟ نصلح. ومش بنصلح ان احنا ايه؟ بص على راسه وبص على راسها ودي مراتك ومالكش وعيالكم والكلام ده، لا ما بناخدش، ما بنتبعش الطريقه دي خالص. احنا لو ما صلحناش صح ما بنشتغلش، بمعنى ايه؟ وبنشرط كده على الزوج والزوج. يعني لو واحد جاي ومراته لمحت ان هو عنده تعاطي للمخدرات، احنا بنمشي معاه السكه ديت، ولو ثبتت ان هو محتاج بيت تعافي بنقول لها يا بنتي ما تروح لهوش قبل ما يخلص من 3 لـ4 شهور على الاقل في بيت تعافي، واللي هيتابعه مجلس. ولو هو لمح
لان هي محتاجه جزء ارشاد نفسي او دعم نفسي او مسانده نفسي بسبب اللي هو عمله فيها برضو. ايه ايوه ما هو مدمن. احنا كنا بنقول ايه؟ فالموضوع صعب. الملفات ايه؟ كتيره كتيره، وبامانه ربنا، بامانه ربنا انا مش بقول كده عشان اخدم الفكره، انا جاي اقولها لكم. الحب حاجه حلوه ولازم يبقى فيه قدر من الحب والرومانسيه، ده يعني اللي هيصبركم على الحياه بعد كده. بس بجد بجد لو العقل وفكره ربنا يبقى جوه البيت، وانا عيني رقم واحد على السماء، لو ما كانتش موجوده الحب الرومانسي حضرتك بيقعد قد ايه؟ الانجذاب ده بيقعد قد ايه؟ برافو عليك، اقل من سنتين كمان. الانجذاب ما بيقعدش اقل من ايه؟ من سنتين. وما فيش اي مواصفات في الحياه لاي راجل او اي ست تخلي الشريك ينجذب طول حياته مهما عمل. دي كيمياء في المخ على فكره، ملهاش اي علاقه لا احنا كنيسه ولا احنا بنقول كده عشان نحاول يعني نقول فكره معينه خالص. فبجد الواحد لما بيشوف الملفات دي يقول يا جماعه ازاي؟ ايه لما بيتحكي لنا ما قبل الزواج، هو انتوا كنتوا فين؟ وانتوا ازاي وافقتوا على الوضع ده؟ ولما حصلت المشكله والخناقه دي ازاي كملت يعني؟ كملت حاجات غريبه جدا. ده بسبب ايه بقى؟ ان حضرتك مرايه الحب ايه؟ انا عايز حب، بس مش عايز حب ايه؟ اعمى. متفقين؟ طيب اللي بعدها، معلش هو احنا قدامنا ربع ساعه صح؟ انت خمس دقايق؟ يا طيب ماشي كمل للي بعدها. معلش كمل انكل معلش عشان الوقت. احنا لسه مجاوبينها دي. ايه الدورة الحياتية المعتادة لمشاعر الانجذاب؟ تقريبا سنة وثمان شهور. انجذاب مشاعر بس الايه؟ الانجذاب. ماشي اللي بعدها برضو. طيب انا جبت لكم اختبار، بس ده هينفع لو في انت في خطوبه او يعني في مرحله كده ايه عايز تخش في في في, في ارتباط او حاجه. دي مؤشرات كتبتها دكتوره اسمها هيلين، حطها لنا على طول. ايوه كلهم كملهم كلهم يلا. شايفينها ولا لا؟ المؤشرات دي لو عندك يبقى انت في حاله ايه؟ انجذاب. اول مؤشر، يركز الحبيب على السمات الجيده في المحبوب ويتغاضى عن العيوب او يقلل منها. ماشي؟ يعني دي هعرفها ازاي؟ ما انا مش شايف له عيوب ومش شايف لها عيوب، هعرفها ازاي؟ كل اللي حواليا عاملين يقول له ايه؟ في مشكله، في مشكله، في حاجه، احنا مش مستريحين، في حاجه. وهو ايه او هي مش شايفه اي ايه؟ عيوب. يظهر المنجذبون طاقة هائلة ونشاطا زائدا وقلة في النوم واندفاعا ونشوة وتقلبات ايه؟ مزاجية. ماشي؟ تزداد الحرارة في العلاقة ولا تضعف بسبب الأزمات، وكلما هوجمت ازدادت حرارتها. دي بتبقى واضحة قوي في المراهقين، الشباب بتوع اعدادي وثانوي لما بنحس انا بقولها لكم المثل ده عشان هي واضحة قوي فيهم، لكن هي كمان موجودة في أي مرحلة عمرية، خدوا بالكم. الكلام دوت مش في سن معين. والانجذاب ده ممكن يحصل لمتزوجين مع طرف ثالث. ماشي؟
كل ما نهاجم العلاقة دي ونقول يا جماعة ما ينفعش وموضوع ما ينفعش، يحصل ايه؟ تزداد الجاذبية ويزداد الايه؟ تعلق الايه؟ كمان يصبح محبون مش معتمدين عاطفيا على العلاقة. يعني ايه معتمدين عاطفيا على العلاقة؟ يعني لو متخانقين لا طايق نفسه ولا طايق الشغل ولا طايق اي حاجة، متصالحين يروح ياخد مديره اللي ما بيطقهوش بالحضن، ما عندوش اي مشكلة. احد الطرفين او كلاهما يزداد اصرارا على الفوز بالمحبوب. دايما عندهم تخوف، مشاعر الانجذاب دي اللي بتبقى عند اي شخص بيبقى عنده تخوف ان الشخص ده ممكن ايه يسيبه، فبتزداد دايما المشاعر ان هو عايز ايه يفوز بيه، يعني يكمل بقى ويبقوا مع بعض على طول. يعدل الطرفان من اولويتهما اليوميه، يبقيا على تواصل بقدر ما يستطيع البشر، ويعانيان من قلق الانفصال عندما يفترقان. لما هي تسافر مصيف ولا تسافر لحد من قرايبها او هو يسافر، يحس ايه كل واحد ايه يقلق لحسن ممكن ايه يسيبني. ماشي. كمان يعدل من اولوياته، بمعنى ايه؟ انا كنت متعود اخرج مع اصحابي مثلا او روح الكنيسه او روح الايه الاجتماع، لا انا هقعد وهفضل انا هقعد في البيت ونبقى على التليفون مع بعض علشان ما يبقاش في وقت ينفع اوفره ما نكونش فيه على تواصل. فاضل ثلاثة. المشاركة الوجدانية تكون قوية جدا لدرجة ان الكثيرين يقولون انهم مستعدين للموت من اجل الايه المحبوب، يعني ممكن يموت نفسه عشان يحللها مشكلتها، ما يشوفهاش متضايقة، ما يشوفهاش زعلانة، وهي تبقى عمالة تعيط، يخش عمالة تسحب تعيطي ليه يا بنتي، اصل هو ايه معرفش مين ضايقه في الشغل. ماشي. فالمشاركة الوجدانية ايه يعني بزيادة قوي. الشخص المنجذب يفكر في محبوبه بطريقة ايه مرضية. يعني ايه بطريقة مرضية؟ يعني ايه ممكن واحد يفكر في علاقة بطريقة مرضية؟ ايه؟ اي برافو، امتلاك والسيطرة والغيرة الزيادة. ماشي. وافكار انت يعني من نص ساعة انا لقيتك اونلاين على الواتساب، انت بالك نص ساعة ما بعتليش رسالة، بتكلم مين نص ساعة؟ ماشي. بجد انا بتكلم يعني ربنا ما كان. الرغبة الجنسية تكون قوية والعلاقة يغلب عليها ايه التملك. ماشي. اللي بعدها هنا بقى يا شباب الخطر. مش المفروض ما بقاش فيه انجذاب والكلام، لا مش قصدي كده خالص. طبيعي لما نكون احنا فرحانين ببعض وفي اول العلاقة وعايزين نبقى نرتبط وماشيين تمام وصح وزي الفل وكل حاجة تمام، بس في الوقت ده بالذات المخ بيحصل له ايه؟ غير مؤهل لاتخاذ قرار موضوعي لو اعتمدت بس على مخك في الوقت ده. المخ في الوقت ده ما بقاش عارف ياخد الايه القرار، فلازم مين؟ لازم عيلة واعية فاهمة طبيعة المرحلة وعندهم حكمة. ماشي. للأسف العائلات ما بقتش تساعدنا دلوقتي في الحاجات دي. ماشي. بس يعني هنقول كده العيلة، هنقول الأصدقاء اللي بجد اللي بيحبوك مش بيعملوا ما يحبوك وهم يعني منفسنين ولا حاجة. ماشي. أب الاعتراف، خادمة يا بنات أو خادم يا شباب، خادم حلو يكون بيخدمك كنت عارفه كويس يساعدك كمان فين في القرار ده. ما تاخدش قرار ده لوحدك في الوقت ده، ده تحذير. تأثير الميديا بمعنى ايه؟ الميديا العادية ولا الميديا اللي مش كويسة؟ لا مش ايا يكن. اوكي. طبعا الميديا ممكن تدي مواصفات
لشريك الحياة أو شريكة الحياة، ويبقى تركيزي طول الوقت وتفكيري فيه طول الوقت، وأبقى غاضى عن مشاكل كبيرة قوي عشان أفوز بالإيه؟ بالشريك اللي في المواصفات دي. تنازلات كتيرة جدا. ما بيعرفش يتحكم في لسانه. لا لا يا ماشي، هو بعد الجواز بس الإهانات الكتيرة هتخلي في حاجز نفسي بينها وإيه وبينه. هي مش بتاعة مسؤولية. معلش بس لما تلاقي نفسها بقى خلاص اتحطت أمام الأمر الواقع والحلل قدامها والبوتجاز وراها وجابت عيال، فهي هتضطر إيه؟ لا حضرتك هتغير وهتطبخ وهتعمل كل حاجة. إيه؟ حصل؟ حملة إيه؟ أو I can fix him. يعني دي إيه حملة إيه؟ دي حملة إيش؟ بعد إذنك سيزي، الحب الرومانسي حب عنيد ويصحب التحكم فيه. عليك أن تتوقع أنك بمجرد وقوعك في الحب من الصعب أن تخرج منه حتى يهدأ رد الفعل الكيميائي أو الإيه العصبي. ماذا يحدث داخل العقل في هذا الوقت؟ في الوقت ده العقل ما بفكرش غير في حاجتين بس. أول حاجة أنا عايز ده. أنتوا عارفين بتاع سوسو، عارفش كاسمائي هو هنا، انا مش هاخد غير بالظبط. يا بنتي ده هو انتوا اللي تتجوزوه ولا انا اللي هتجوزه؟ تاني حاجه يعمل اي حاجه او تعمل اي حاجه عشان تحافظ على الايه الشخص ده. تنازلات بقى، وصيه ربنا، اي حاجه يطلبها، اي حاجه. وبعد الجواز يذلها بكل اللي حصل فين؟ ساعة الخطوبة. لو سمحتوا في الوقت ده بالذات لازم لازم حد معاكم. ولازم المدمن البرنامج التأهيل بتاع المدمنين، خطوة أولى يسلم دماغه لقوة أعظم. ليه بيقول قوة أعظم؟ لأن البرنامج ده معمول لكل الناس، المؤمنين وغير الإيه؟ المؤمنين. فانت بجد انت في الحاله دي بتبقى ممكن داخل في حاله ادمان. ايه ادمان؟ علاقه عاديه يعني، ماشي. الكيمياء بتاعت المخ مش متظبطه، فانت لازم في الوقت ده تسلم مخك لايه؟ لحد تاني انت بتثق فيه. لا يترك اي مساحه متبقيه لتقييم اذا كان الشخص الذي انت متيم به قد يرتكب تصرفات بشعه. نصيحة الأصدقاء، أفراد عائلتك، مشورة خادم روحي، إرشاد أب إيه؟ أب اعترافك. طيب اللي يفرق بقى شخص عن شخص في المرحلة دي حاجة اسمها إيه؟ النضج النفسي والإيه؟ والروحي. اللي عنده طبعا النضج ده محدش بيوصل له خالص. شخصية اللي جت الدنيا وفيها الكمال ده هو شخص المسيح له المجد. لكن النضج ده رحله تفضل طول ايه؟ طول حياتي. مفيش مرحله معينه هوصلها، بس الشخص اللي عنده بيسعى للنضج ده وقدر من النضج ده بيعمل ايه؟ يقدر في الوقت دوت يختار صح ويتصرف صح ويكرر صح. لان في مواصفات معينه لو عرفتوها عن الشخصيه الناضجه نفسيا وروحيا هتقولوا اه يا ابونا معاك حق، هيعرف ايه يختار. دي سمات معينه. السمات دي هنقولها دلوقتي؟ ما اعتقدش. بعدها، هل الحب اعمى؟ الحب قد لا يكون اعمى بالمعنى الايه الحرف، لكنه ايه؟ عاجز. ايه الفرق؟ هو شايف لكن مش قادر يقول ايه، مش قادر استغنى، مش قادر اعمل ستوب، مش قادر اقعد اراجع قراري. ماشي. ما دام بيخلوش
عارف يشوف النقط السلبية وياخد فيها ايه؟ وياخد فيها قرار. بعد اذن حضرتك انا تعبتك. لاننا في اشياء كثيرة نعصر جميعنا، اذ كان احد لا يعصر في الكلام فذلك رجل ايه؟ كامل. فيش حد توقعه كده، فيش اي حد هتشوفوه او يتقدم لكم او انت تتقدم لها الا ما ايه؟ نعصر ايه؟ جميعا. كلنا عندنا نقط ضعف ونقط ايه؟ وكلنا عندنا وقعات. ماشي؟ مفيش حد كامل. وانت بتدور على شخصية زي كده مش هتلاقيها. ولو انت حكمك عليه تمام انا موافقة، او انت تمام انا موافق عليها لانها مش شايف لها ولا غلطة ولا نقطة ضعف، يبقى حضرتك لازم تأجل الجواز. وتاخد مش اقل من 6 شهور كمان فين؟ او تقعدوا مع حد. لازم في وقت من الاوقات تروح لابونا وتكتبي ورقه ايجابيات سلبيات، وانت تقعدي تكتبي ايجابيات وايه؟ لو انت مش شايفه غير سلبيات اتكل على الله اقفلي الخطوبه دي، او والعكس. ولو مش شايفه او شايف غير ايجابيات لازم تاخد وقت تاني. تمام؟ انا هختم عشان الوقت. دي هقولها بقى وهختم بيها. احنا اتفقنا في وقت من الاوقات اللي بيفرق شخص عن شخص في الاختيار هو نضجه الايه؟ الروحي والايه؟ والنفسي. بصوا يا شباب، القلوب المحطمة بسبب الحب تحتل اقوى الصدمات. اكتر ناس بتروح لدكاترة محتاجين دعم نفسي، حتى ما يروحوش لدكاترة واخصائيين نفسيين بيروحوا يجروا على قبع اعترافهم. دي نشكر ربنا نعمة عندنا سر التوبة والاعتراف، ويعمل لهم مساندة لان هم في حالة صدمة. ايه ال 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 دي من اقوى الصدمات اللي بتحصل ومنتشرة. يجي الاعلى منها على طول حالة الفقد للابن او الايه؟ والابن. فمحدش خالص بالمشاعر خالص. يقول على المشاعر يا قدس الاقداس، كنيسة اقدس مكان فيها الايه؟ الهيكل. نفس حكاية المشاعر. عشان كده يا شباب او يا شابات، ما تخلوش حد يطلع لكم مشاعر وانتم مش واثقين تماما 100% ان انتم هتقدروا وتحترموا هذه المشاعر وتستقبلوها بالقدر الكافي. تعلقوش حد بيكم. ونفس الحكاية، انت قبل ما تطلع المشاعر لازم تبقى اخد بالك ايه؟ عامل زي بالظبط اللي معاه رصيد في البنك. انت معاك رصيد تروح تبعتره يمين وشمال، ولما تبقى محتاجه ما تلاقوش. ده بيحصل للي ماشي ايه؟ بيطلع ايه؟ مشاعر وخلاص. تمام؟ حد عنده سؤال؟ ساعدتكم شوية يعني تفكروا؟ السمات النضج الروحي والنفسي هي اللي بيحدد ايه؟ الاختيار بتاعي. وكل ما انا بشتغل على نفسي وفي رحلة النضج دي كل ما ببقى اختياري ايه؟ افضل واحسن. ماشي؟ وبيعديني بسلام من المرحلة بتاعت الانجذاب الايه؟ عاطفي. ماشي؟ شعاري في الحياة اطلق اولا، ده في شغلك، في حياتك، مع اصحابك، في كل علاقاتك، واهم حاجه كمان في المشروع المهم، مشروع الايه؟ مشروع الجواز. ربنا معاكم، فرحكم، اتجوزوا كلكم يا رب. نشكر ربنا كثير على محبته لينا، واجمل ما في المحاضره انها جايه من اب كاهن شاب، يعني قريب منكم السن،